الوطني العسكري المتوج بأغلى الألقاب. مؤسسة فريق جبهة التحرير الوطني تسلم المشعل للجيل الصاعد. باه نوريو للشباب تاعنا باللي بالخدمة بالسجاعة بالنظام نوصلوا الشعب هذا، أعطيه برك الأمان، أعطيه الفرصة ليبرز. أسماء بارزة وكبيرة حضرت هذا التكريم إلى جانب كل من وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار والعميد الدكتور مقداد بن زيان رئيس مصلحة الرياضة العسكرية. تواصل الأجيال هو اللي أعطى نفس جديد وإرادة قوية للشبان العسكريين الجزائريين للحصول على هذه الكأس العالم العسكرية لكرة القدم في البرازيل بلد كرة القدم. أعضاء المنتخب الوطني والطاقم الفني فرحوا كثيرا بهذا التكريم من قبل مؤسسة فريق جبهة التحرير الوطني. هذا الروح التضامن والروح روح ممكن يتصور غير إلا في الجزائريين، وحضورهم يبين لي أشياء كثيرة. والكثيرون هم من سيتذكروا أن الجزائر نالت كأس العالم العسكرية سنة 2011.